أرى أن الكيان الصهيوني خططه أو الاستراتيجية أو أهدافه الاستراتيجية لم يتحقق منها أي هدف. لا مثلا قضوا على غزة والشعب كما هو. أنا أعجب أن كما قلت لحضرتك جيش جهنمي، جهنمي تسليح يضرب ليل نهار في شعب أعزل لا يملك شيء، ولا يزال الشعب موجود ويجبره على إخراجه من أرضه ولا يزال واقفا على أرضه حتى الآن. هل هذا شيء طبيعي؟ أبدا. أنا شخصيا يعني أرى أن إذا كنا سنقيس الأمور بمآلاتها، أنا أعتقد أن يعني لم ينتصر الكيان الصهيوني في هذه المعركة، بل انتصرت القضية الفلسطينية وانتصر الفلسطينيون لأنهم وقفوا على أرضهم، يعني يفضلون أن يموتوا حتى آخر شخص منهم على أن يخرجوا من هذه الأرض. وأرى أن يعني ما حدث ده هزيمة لكل هذه الأسلحة وكل هذه المؤسسات التي وقفت وراء الكيان الصهيوني، ويعني كانت تنفذ ما يريد من دمار ومن قتل وتشريد إلى آخره. ما أظن أن في التاريخ حدث أن جيش كما أقول جهنمي التسليح يواجه جماعة أو شعب أعزل ويضرب فيه شهورا عدة ليل نهار، يتعقبه في أماكنه، فإذا فروا يتعقبهم وهم فارون، ثم بعد ذلك لا يحقق هدفا من الأهداف المعلنة عنه. وطبعا هم عايزين الأرض دي عشان بعد كده يقفزون منها على سيناء ليحققوا أحلام يقظة إسرائيل الكبرى. ومكتوب كذا، مكتوب أخوانا، مكتوب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ده قانون عندنا إحنا، أنتم بتقولوا عندكم نصوص، إحنا عندنا نصوص كمان أن مش هيحصل ده.